أقسم بالله العظيم ما هيضيع. كشفت الإعلامية ريهام سعيد تفاصيل عملية التجميل الفاشلة التي أجرتها مؤخراً على يد طبيب لبناني، وقالت في فيديو عبر صفحتها على فيسبوك إنها ذهبت إلى طبيب تجميل منذ شهرين وهو من لبنان. لقد قام على وجه التحديد بملء المنطقة تحت العين بحقن فيلر فتجعدت وظل الخط موجوداً، وإذا تم إزالة الحشو من هذه المنطقة سيكون هناك ثقب كبير في مكانه، وأضافت أن الأمر نفسه موجود في الجانب الآخر من عيني، وأنا أعالجه منذ شهرين لدى طبيب من الجامعة الأمريكية في بيروت، وخاصة أنني كنت أعاني من ورم كبير في البداية، وعالجت حاجبي بعد أن كبر حجمه وأصبحت أشبه بالشيطان، وكان عليها أن تحصل على وشم وتمحو جزءاً من الحاجب، وسأسافر مرة أخرى للعلاج وأجري عملية جراحية أخرى بعد أن اكتشفت أن هناك حرقة في عيني من جراء العملية، وذلك بشهادة جميع الأطباء ولدي فيديو يؤكد هذا، وهذا الأمر قد استمر لمدة 11 شهراً ولم أتحدث بعد، وأصبح وجهي مشدود للأعلى مثل اليابانيين عندما أتحدث، رغم أن الاتفاق قبل العملية كان أنني لن أقترب من منطقة العين على الإطلاق، إلا أن الطبيب قال أنه يجب عليك رفع الخد إلى الأعلى حتى يمسك الجفن، وإلا فإن الجفن سوف يصبح مترهلاً. لم تكن بحاجة لعملية جراحية على الإطلاق، وأنني الآن أقوم بأخذ حقن شديدة للعلاج، ولا أستطيع التكلم بسبب عيني ومصممة على محاسبة المخطئ. وقال الطبيب الذي أجرى لها العملية في فيديو عبر صفحته على فيسبوك إنه في أعقاب ما تم نشره مؤخراً على أحد القنوات التلفزيونية وتبعها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وما تضمنته من أخبار كاذبة ومضللة عن الدكتور نادر صعب حول إجراء تجميلي وأخطاء طبية، وهذا يتطلب الإشارة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بحق كل من وسائل الإعلام والمحطة التلفزيونية التي ظهرت فيها، كما سيتم ملاحقة كل من ينشر ويروج لمثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة. وأوضح أنه بصدد رفع دعوى قضائية على الإعلامية ريهام سعيد في لبنان ومصر، وكل من يظهره التحقيق محرضاً أو كان شريكاً بالجرم، وذلك بتهمتي المساس بالسمعة والتشهير وإلحاق الضرر. وأشار إلى أنه سيتم تسليم كافة الأدلة والبراهين التي تدحض ادعاءاتها الكاذبة إلى الجهات المختصة للنظر فيها، وأنه واثق من صرامة وشفافية واستقلال القضاء وأن لا شيء فوق القانون.